وقت، بس احساس ان عندي تساؤلات كتير وعلامات استفهام كتير، اني هعمل ايه وهل كل اللي فات اوكي كويس ولا ايه. فكان عندي كل ده، ويوم لما جيت احمد استقبل ازاي، احمد قال لي تستحقي، يعني بجاوب على ترتيب الحاجات. بس يوم ما جيت الحقيقة، اول ما وصلت كده وفي ناس معينة شفتهم، هديت كده، حسيت الله دي حاجة حلوة، انا عمالة بستقبل حب ومشاعر حلوة من الناس، فانسى اي علامات استفهام وعلامات تعجب دلوقتي وبسط باللحظة. وكنت فعلا، لا ما كنتش مستنياه خالص، يعني بالعكس، ما يعني عادة الواحد لما بيعمل شغله ما بيبقاش مستني تكريم، بس لما جه الفيلم يمكن شوية انت ليك نوعية درام او نوعية سينما خاصة، انا هتقولي ايه يعني؟ لا مبسوطة اكيد، هو الحمد لله رد الفعل بتاع الفيلم كويس وبقرا يعني، ولما بقابل حد ساعات بيقول لي كلام كويس عليه كرد فعل، فكويس ان هو جايب فلوس يعني، ومبسوطه. رمضان ان شاء الله عندي مسلسل مع استاذ تامر محسن، ويعني يا رب يبقى كويس ويعجبكم. اسمه دلوقتي تقاطع طرق، بس احتمال نغير الاسم، يعني استاذ تامر بيفكر يغير. احلى رمضان. الله يخليك، ربنا يستر. عشان كده مع منى زكي تكرمها، ان انتوا اصدقاء مقربين جدا لبعض. يعني انا شهادتي مجروحة، لأن منى زكي بالنسبة لي رب أخت لم تلدها أمك، وفخور بيها جدا وبموهبتها جدا، وشايف إن هي تكريم واحد مش كفاية عليها، ومبسوط قوي لأن الست دي بجد احترمت مهنتها وبتشتغل عليها وبتنميها لغاية دلوقتي حالا، وبتعمل زي أي تلامذة بيتعلموا التمثيل لأول مرة وتسافر لغاية آخر الدنيا عشان تاخد ورشة في مدرسة تمثيل معينة وتعمل كده وتذاكر بشكل مخلص جدا جدا، وعلاقتها دايما بالسيناريو، بما ان اشتغلنا مع بعض كذا مره، يعني الاهم من السطور عندها اللي بين السطور، وده اللي بيخليها دايما تخلق شخصيه بطريقه معينه بجد بتاعت ممثلين محترفين وشطار ويستحقوا كتير قوي قوي قوي، ومتاكد ان منى لسه عندها كتير قوي. الطبعات الاولى منى كسرت بعض اللي انت قلت اول انطباع منها، كنت مقفول منها وفهمت ليه، وطلع ان انا بقول لك انا اعترفت ان كان عندها حق، لان احنا يعني هي كانت بطموح اي فنان لما تشوف ادوار تحس ان هي عايزه تعملها اكتر، بس في قيود منعاها فتبقى مش قانعه قوي. يعني بص، القناعه كنز لا يفنى الا في الفن، الطبع مطلوب. حط سنت او بخور في الكربون او ايا كان، انا في المكان اللي فيه بحب ابتدي باني وانا بعمل ميك اب وكده اسمع مزيكا. مذاكره المشاهد دي الحقيقه انا بعملها قبلها بليله، وبعد ما بخلص ميك اب وشعر ده بيبقى وقت المزيكا الحلوه اللي اسمعها كده، جست كانك بتعملي مديتيشن يعني، بس بطريقه ابسط اذا ما حدش اتكلم معاكي هوبفلي. وبعد كده لما كله بيخلص ببتدي، انا اصلي في عيد برضو، انا ما بقولش الكلام بالظبط زي ما هو مكتوب، انا بحاول امشيه حسب ما يبقى سلس وماشي مع الكاركتر، يعني ما هو مش كل بني ادم بيقطع الكلام بنفس الطريقه. انت لو عندك ورق متوسط ومعاكي او وحش حتى ومعاكي مخرج عظيم، فانت هتعملي فيلم جيد. فهو المخرج هو البوصلة، المودريتر الحقيقي بتاع أي عمل فني، هو اللي في إيده خيوط حاجات بتبقى لحظات. ما هو أنت بتشوفي في الفيلم شخصيات بتعيش لحظات معينة في حياتها، فأنت بتنبهري إن إزاي شايفة حاجة اللحظات دي حقيقية وبتاعت ناس، وصدقتي إن دي شخصيات بجد وعشتي كل لحظة معاهم. لما جيت امثل فهمت يعني ايه انك تعيشي اللحظات دي، وده جزء من السبيتش اللي انا قلته، يعني لاني ما كنتش عارفه اوضح النقطه دي. شغلتي هي اني كالتمثيل انك تعيش اللحظه دي بتخليك تصدقها تقولها بجد، تبقى فيها حتى لو حصل فيها تغيرات، لان انت قدامك ممثل تاني ممكن لما نيجي نعيد مره واثنين وثلاثه هو اللي بيديهولك ممكن يغيرك انت كمان،
فيو هاف تو بي، لازم تبقي منفتحة، كل حواسك مفتوحة عشان تعيشي اللحظة دي بجد. انك تعملي شخصيات كتير، انت بتعيشي حياة كتير، هو ده اللي انا قصدي اشرحه.